ألف مبروك يا رجالة، ألف مبروك، وربنا يتم بخير، وكل سنة وانتوا طيبين، عقبال عندكم. عقبال بناتك يا طه. تسلم وتعيش يا برغوش. بقول لك إيه، أنا عايزك كده تحوش لي حتة حمرة من بيت اللوح. حاضر. وليه عندك طلب؟ اطلب زي ما أنت عاوز. ما تنسانيش في المخاصي والحلالي. الحلالي؟ كده انت شكلك ناوي على نية. نية بيضة ان شاء الله. اصل فرح سيدياب ده فتح نفسي على الجواز. وانت مش متجوز في كفر الشيخ وعندك بنات؟ وفيها ايه لما اتجوز تاني؟ ما النفر منينه ممكن يتجوز اربعة. ولا انت ايه رأيك يا عم مرسال؟ ما عندكش عروسة ليه؟ ما بنجوزش بناتنا الاغراب يا مصطفي. ما تقولش كده يا عم الحاج، طاهر ده عشرة مننا وعلينا، وما جاي فؤاد الله يرحمه. يا الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. أهو فؤاد ده بقى لولاه أني لا كنت عرفتكو ولا كنت قابلتكو ولا كنت اشتغلت عند الكبير. طب بمناسبة سيرة فؤاد الله يرحمه، أني لي عندك طلب كمان. اطلب. شايف العجل ده؟ ماله؟ العجل ده بالذات عايزك تحوش لي منه الكرشة والفشة وام الشلاتين. طلباتك كترت قوي يا مصطفي. هي جت علي، وبعدين ما العجول كتيره هي والحمد لله، وده عجل سيدي منصور اللينا ليله الغلابه يا اولاد. ايه سيدي منصور جه يا رجاله؟ ألف مبروك يا كبير، ربنا يتمم بخير. انتوا مستنيين ايه؟ كله يحب على ايد سيدي منصور، سيدنا وتاج راسنا اللي عامل لنا قيمة وسط الخال. مبروك يا كبير، ألف مبروك. ربنا يتمم بخير. ام انت وهو عشان تحب على يد عمك. ام امال انت وهو. ألف مبروك يا كبير. تعيش يا اخوي. مبروك يا عمي. قصدي يا كبير. ألف مبروك يا كبير. العريس لسه ما جاش. لسه ما جاش يا ابوي. انت كلمته؟ مرتين. كلمته على الموبايل مرتين، ما بيردش عليا واصل. واه يا دياب. لا يكون ناسي زي عدته. وهيكسفني قدامنا سايبنا. ما انت خابره، الجواز ما لديتش عليه. العمل ايه دلوقتي يا كبير؟ تاخد الواد طاهر وتتدلى على مصر دلوقتي بالطياره وتعاود قبل النهار ما يعدي. امرك يا ابوي. انا طاهر. امرك يا سيدي الناس. ورايا ورايا جاك الرباب. بالاذن يا كبير. واه يا دياب، لحد ميت هتفضل طايش كده. هادي آخرة العلام والعيشة في مصر. مكانك يا خرطوشة ولا حرب؟ بابا! اللي هرب مني هقتلها! مين يا خرطوشة؟ لا بنتي! يا علي يا خرطوشة، هتقتل بنتك؟ أنا حيالله جوز أمها. لا دي بنتنا، بنتنا! ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة. أنا خلاص، مفيش حاجة أخاف عليها حضرة الظابط. أنا بتعامل زي برميل البنزين. اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل. قلت أنا خلاص مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الظابط. بقول لك ارمي. يا بنتي هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعقل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ معانك البيعه دي. الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. انا تعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. بتتاجر فين؟ في السلاح وبساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. حارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟
خد السيبون يلا. يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ ايه ده احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد؟ والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا شباب. اتفضل يا فندم. المخزن جوه كده يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن السنديدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا صغر. الواد حامد عمل لك حاجة ولا ايه؟ عيل جمال داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله يقدم رجله واخر رجله. انا جاله تليفون تليفون واحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. طبعا عيل سيس. لما يبقى ظابط محترم داخل المأمورية ويديله تليفون يبقى عيل. يا دي الكسفة. بس دوم يا. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مرة ما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شوية شغل لسه مخلصه. طب ما تتأخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافة السكة بس انت بصير العروسة. بسيتك العافية يا حبيبي. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. السلام. أقول لك إيه أنا فرح أختي النهاردة ولسه هنعدي على المدير وأمي بتستعجلني يلا. يا حس بالراحة يا حس في إيه بس. أظبط لك التانية؟ لا خلاص. يلا يلا. كبرت يا شاهندة وبقيت يا عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي. ده أنا الفرحة مش سايعاني النهاردة. ده اليوم اللي أنا مستنياه من زمان. بس أنا مش متعودة إنك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم. وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طنط. بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طنط يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك جمبري كفتة كباب. النهاردة فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد بنت عم ماما. طنط جميلة. والله وكبرتي يا جميلة و... ياسمين. ياسمين. والله وكبرتي ياسمين واتدورتي. ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. نعم. تعالى. ايوه تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم يلا. طب ما ياخدوه حد حيش وما تاخدوا راحتكم يا جماعة. يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجة. معلش معلش تعالى هكلمك بقى. طب هسجلكوا تاني. ايه بس ايه ده وقته يا ماما ما تسيبيني مع البنات شوية. انا هكلمك في البنات. ايه رأيك عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده انت عايزة تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي مش عاوز اخلص منك ولا حاجة. انا بس عاوز اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه؟ أختك هتتجوز النهاردة، وأخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوز أطمن عليكوا بقى. إيه رأيك؟ في إيه؟ في ياسمين. بنت طنط جميلة؟ أيوه. بصي هي في حاجات كويسة وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامة كده بنت واعة. واعة؟ أنت محلوية لي بالقصة دي، ما تجيبي بصي. مش عارفة. بصي في بنت كانت واقفة على اليمين مش واعة، أخش أشوف إيه حكايتها واجي. مش واعة. يا بنات!
ما انت يلا يا مرة انت وهي عامل لكم هم. الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي. ده الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي تكونيش فاكره للخدامين؟ احنا حريم جبر البطاش برضه. اه ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور بيه الكبير مصر لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من اوله الفرح. واه يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انتي واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، خلفتنا كلها بنات. اختي احمدي ربنا انك ما انتيش ارض بور زيي. دي ارادة ربنا يا عنايات. وبعدين انتي مهما حصل الاولانية ده انتي اللي في القلب يا بيت، بأمارة اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لازم قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 جرالك ايه يا مرة انت وهي؟ ولسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشاحل شوي. اها حاضر حاضر يا عمتي نجاة، حاضر حالنها حالنها. يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لديتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانة لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصليك فلا الشر. اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بنت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره. بصراحه يا ابوي كده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجات؟ انت عودتنا نقولوا الحق وما نخافوش حتى لو على رقبينا. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزياده قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين، ده هو الوحيد اللي دخل مدارس اجنبيه ودخل الجامعه الامريكانيه. لانه راجل ولا عاوز انا ادخلكم الجامعه وانتوا حريم؟ وجابر اخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه، جابر دماغه ناشفه ومخه تخين واخد الحكايه عافيه، لكن دياب اخر العنقود يتيم وامه ميته. ما همه تبقى امنا احنا كمان يا ابوي، يعني احنا يتامى زيه ويمكن اكتر. لا يا وداد، دياب ما حدش زيه، ده امه سابتهولي وهو في اللفه. بس لما اشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شكه دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ يا سيدي ناس تتهنى وناس تضرب بالنار. بقول لك ايه؟ علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. اشبعنا بقى يا باشا يوم فرح نفضت لي وما جيتش؟ يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير الماموريه هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تعليماتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلام. باشا ابو العروسه دي النيل. الحكومه. الو. ايه يا حسام قلقتني عليك؟ طمني عملت ايه في الماموريه؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي؟ هعمل ايه بس يا سلمى، كنت عند المدير. انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايباها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظة كده غيرت الكرافتة وعامل لي مسيطر وكوماندا.
في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول. يسالنا انا اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. اقول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها؟ ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا ادم معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده عسل عسل. يلا يا يا حسام يلا. خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قرشة ملحة البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها؟ ابوك مستقصدني في الروحه وفي الجايه. انت اللي مستقصده البيت؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جرى يا سعيد، بنتي وبواعيها، بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح، انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش بتقلع الساعه بتاعتك. حاضر. هي كلمه، انا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو اتطبقت السما على الارض هكسر لك راسك الناشفه دي. انت عايز تفضحينا من الخلق؟ انا قلت كلمه ولا يمكن ارجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجاله، فاهمه؟ يا عمي انا مره ب 100 راجل وانت عارف كده كويس، ولا نسيت انا جابت مين؟ انا بنت كبير الطراشنه، الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي ويرحمنا منك عاد. اسمعي، انا الكبير دلوقت، والكلمه كلمتي والشوره شورتي، وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك وموال. يا حكمت دياب ده زن الرجال وماله هدومه، والف واحده تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. انا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازه دي هيترتب عليها مصلحه كبيره بيننا وبيناتهم. وانا لعبه في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفايه ورث ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليله دي على خير. عمك صادق في مقام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لو ما اتجوزت دياب لتخك هيرين وتاوي جدتك وخلي الدبان لزرك ما عارف ليك ايه اشتريك جره. اتفضل اتفضل يا سيد الناس اتفضل. نايم؟ فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر، ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي، الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا عاد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاجات اللي انت لابسها دي؟ فين يا هذه اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفتي يا ابن بتع الكتعي. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ هاد دي 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 اهدي اهدي دي دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب ده كان جالبها مسخر عاد ده. طيب انا خشش له. لا يا سيدي لا 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 يا سيدي جابر ابو سيادتك، لا ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم، يقطع قطع ليه افهم. اصله يا واحده علي، اصل عنده ضيوف. ضيوف بيقابل الضيوف في اوضه النوم؟ ايوه ده العادي بتاعه، سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم الا قرايبه. لا حول ولا قوه الا بالله،
انا خششت له. سيدي جابر واه. سيدي جابر ها انت على هنا. ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ وبعدين اخوه ومتوحشه ورايد يشوفه. انت ايش اخششك؟ جابر خبر ايه؟ حصلت حاجة؟ حصلت حاجة؟ النهارده فرحك يا عريس. قوم احنا بقينا بعد العصر. نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي يا جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا ولد ابوي. ديب. انت بجد عريس وفرحك الليلة؟ الليلة وكل ليلة يا عروس. يلا أمي خدي لك شاور ونعنيش نفسك لما أشوف الرجالة اللي برا. أنا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوة خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا شاهين؟ ازيك لسه شوية. ايه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. يا بختك عم ساهر. ايه رأيك بقى؟ الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحة. أنا مش عارف اليمامة دي هتتجوز أهلي بالطوب ده ازاي؟ طبعا مين يشهد للعروسة؟ شفتي؟ شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسين؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم. ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني. وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ تهدي مش كده، الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره. انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يبقى انت اكيد بتهرجي يا امان. ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك. انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع تعالى. من راحة امان. سوري. طب اهبط. اقول لك ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا مالي، بس هنروح الفرح. بطل شقاوة، انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك. امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك استنى بقى، عايزك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده اتفك، عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين. روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو. ايوه يا حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، هجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو طبعت حبيبة وشايل الهم والعك كله على دماغي ومحدش شايل فيا، وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهرية بتاعتك. هات هات هات. ده انت بجم يا ساتر. معلش يا ابني يا حبيبي، معلش ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره غلنف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟
مش حال ان ما كنت انت الكبير وهو الصغير هتفضل طول عمرك نقرك من نيره؟ لا ما انا ما بكرتش على قفايا وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي وطول النهار قاعد حاطط ايده في الساعه وجي لي اخر الشهر عاوز المعلوم عاد الشهريه وهو بيقبض من جيبك. الله ده مالي مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما موتش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. يا كدايه دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. ميرسي يا زوز. اتفضل يا سيدي. يا دياب ما عاوز تعجل اياك يا ولد ابوي. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عجل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتها واحنا بنشوفه، من ميتها ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعه وشروه يا جابر. وهدان اطمن يا دياب اطمن، ابوك ما حينجلكش حاجه عيب شواصل. وبعدين يعني هي دي اخر جوازه وبعمل زي اتجوز اربعه والثلاثه التانيين بختارهم انت على هواك. يا اخي انا ما فهمش ليه ابويا مصمم على الجوازه دي بالذات، دماغي حتشت. افهمك حكمه دي ان عيله الطراشنه عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا ليه مصالح كتير قوي عندنا وكلها في مصلحة شغلنا، والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه والنسب بيحمي المصالح ويقويها. ولك ده بتبيعوني عشان المصلحة وعاملين دياب قنطرة تعدوا عليها. المصلحة واحدة يا ولد ابوي، المصلحة واحدة. باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاص كده قفلت من النهارده ما هتشوفوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خلينا على تليفون. طاهر امرك يا سيد الناس. خد منيها المفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه. خد المفتاح اهو. بسرعة كده. طب بقول لك ايه؟ لو احتجت المنامي انا مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه يا واكل ناسك انت؟ ولا حاجة. يعني هي جت علي؟ ما مكفهوش اللي عملوه فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب؟ على الأقل هيبقى ظهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك من ورث أبوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جيبه. أنا موافقة بس عشان يتجيب لنا حقنا. وأنا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يد بيده وفي مقام أخويا الكبير. وادي الكرافات يا ست سلمى وحمرة علشان إيه بتعملي لناش فيلم؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا يا ماما، أنت اللي زي القمر، إيه الدلع ده؟ أيوة طبعًا. دلع ونص كمان. تعرف يا حسام انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايدي يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. اه لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك توسوس لك توسوس لك لما الواحد يروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسيرتك، لسه بسيرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. اه وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت امتى نقيب من الوادي الجديد؟ من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر لو ما حضرتوش هتبحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعد في ريفيزك 20 يوم. الا قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شهندة وساه؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كم مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما، تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكم على القاعة. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبات شهند؟ وانت مالك من صاحبات شهند؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره. يا عم انت وماما والعيال تزنقهم في العربيه الصغيره؟ آه. انت ناسي يا ابني ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخوها، ما هيتنقي ليه ياخد العروسه؟ عروسه يا ابني، انا هروح اجيبها من عند الكوافير وبعدين كنا هنجيلكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صحبات اختك في تاكسي وتشحططهم وانا هاخدهم وامشي. انت تسكت خالص خالص يا حسام، ما يصحش. البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، اخد البنات امر الله. اوعى اوعى تاخد يا حسام. تعالى هنا اهو، لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز الجواز ايه ونيلة ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه؟ كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديكي بوظتي يا ابني. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه. وانا هخش دنيا عشان اخرج منها؟ انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. لا 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 ايه ده بقى؟ ان شاء الله لسه ما جهزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز؟ الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه اخدتها من الشغل. ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في اقساط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز؟ حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استرنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضينيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك لاقي يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعه ونكون جاهزه. بص قدامك يا محمد يا ابني، بص قدامك اللي هنعمل حادثه كده، انت تبص عليهم ليه؟ عارفه يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يومه. انت هتقول لي ده اخويا وانا عارفاه كويس؟ طبعا محظوظ، مش خاطب اختي. وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محظوظه عشان مخطوبه له؟ خلاص خلاص ريحوا نفسكم، هما الاثنين محظوظين. نسيني الدنيا. الله، الاغنيه دي حلوه قوي يا حسام. نسيني. فاكر يا حسام لما رقصنا عليها انا وانت في عيد ميلاد شهندة من سنتين؟ رقصنا ايه يا نسا شهان؟ وسنتين مين؟ وشهندة ايه اصلا؟ هو رامي بلا هتودينا في داهيه. انت بتعرف ترقص يا حسام؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي. لا والله. والله. انا يا دوبك بفك الخط في الرأس يا سلمى جيهان بتبالغ، بس اصلا مربيها من وهي قد كده. لا 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 لا، الرقص ده احساس. وانت احلى حاجه فيك انه عندك احساس حلو قوي، خصوصا لما يرقص سلو. وكمان سلو. يعني انا بتبالغ، مش بقول لك بتبالغ. بتبالغ ليه انت؟ كل حاجه دايما كده، دايما بتبالغ دايما بتبالغ. لا انت مش عارف قيمه نفسك والله. يا بختك بيه يا سلمى. يا بختي فعلا. طب لحظه بقى كده، نسيني خالص. ايه يا حسام مالك قفلت الاغنيه مره واحده كده ليه؟ يعني اصل احنا على طريق واربع كاوتشات وحته حديده في الهواء، محدش عارف بقى. يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجه يعني بقى بيقرا قران في سر وبيعمل حاجه مفيده. وانت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من أنسة جيهان عايزه تكملي كملي، مش عايزه كل شيء اسمه نصيبه بنت الناس. تخيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظه. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثه. اه محظوظه محظوظه محظوظه، شكلك اخر مره هتشوفها. يلا يا رزل.